اهلا بكم واهلا بك يا احمد، معانا من الجانب الاخر. احنا اهلا ساره. مع بعض وصلنا لقراءته لك، واحنا دائما بنقول قراءته لك هي مساحه ان احنا نوفر اكبر قدر من العناوين للساده المشاهدين وتحديدا للشباب، اللي هم دائما احنا بنحاول نكون قريبين منهم ونوفر لهم مكتبه في متناول الايدي نقدمها لهم صباحا. اكيد، وبنسعد جدا كل يوم يكون معنا قارئ ينشر الثقافة وينشر المعرفة في وسط المشاهد الكريم، وليتحدث أيضا عن عنوان ربما يكون جاذب لبعض المشاهدين لكي ما يقرأوا ويستفيدوا من ما بين سطوره يعني. نعم، اليوم حيكون معنا قارئ بشكل مختلف وكاتب أيضا في المساحة دي من قراءته لك. حيكون معنا الأستاذ عمر النعمة أرباب، هو كاتب وأيضا محاضر وأستاذ جامعي. أهلا بك أستاذ عمر. أهلا بكم، أهلا بقناة درمان الفضائية، سعيد بهذه الإطلالة. أتمنى أن نقدم ما يرضي أذواق السادة المشاهدين وأن نكون عند حسن ظنهم فينا. مرحبا بك. دائما في البداية ما نقدم بطاقة تعريفية عن شخصية اليوم. طيب، أنا عمر النعمة أرباب. عمر النعمة أرباب، أنا دائما أنتمي للمكان قبل الوظيفة يعني. أنا من قرية صغيرة اسمها أود جنجاري، مدينة المناقل. الآن أعمل محاضر بكلية العلوم والتغانة قسم الجيولوجيا جامعة عبد الرحمن الإسلامية. مهتم جدا ولدي شغف عظيم بمسألة الثقافة والقراءة والكتابة، و مؤمن بأنه القراءة حياة، ولذلك أي سانحة تعكس هذا الهم وهذا الشغف يعني أنتهزها لأعرف بهذا الشغف. ممتاز. طيب، بداياتك مع القراءة؟ بداياتي مع القراءة، أنا قرأت مبكرا يعني حقيقة. يعني أنا كنت يعني منذ الثانوية أو قبلها بقليل أقرأ، وكنت مهتم بشكل من القراءة بسيط يعني. كنت يعني كان والدي يأتي لي بالجرائد اللي هي والجرائد الكوكتيل، وأقوم بحل الكلمات المتقاطعة وأقرأ ما فيها. يمكن دي البدايات بتاعت القراءة. بعد ذاك امتدت يعني، يمكن اتعمقت أكثر بعد ما دخلت الجامعة. بدأت أقرأ بشغف ونهم في كل الاتجاهات، في كل المجالات المختلفة، ولا زلت يعني القراءة عندي شغف مثل ومثل الأمور المهمة جدا والضرورية في الحياة، لأن لا تكاد يعني الإنسان لا يكاد يعي شيئا لو لم يقرأ يعني. ممتاز. طيب، قراءاتك المبكرة من زمن مبكر هي بالتأكيد ساهمت بشكل أو بآخر في مشروع أستاذ عمر الكاتب. طبعا بالتأكيد، أي قراءة بتضيف للإنسان، بتفتح القراءة بتفتح مدارك الإنسان، بتزيد الوعي، بتجعلك ترى بصورة مختلفة، تفتح أمامك الحياة وتجعلك تدرك الأمور. لذلك القراءة المتنوعة والقراءة الشاملة أضافت لي كثير في موضوع الكتابة يعني. أنا أكاد أكتب في جميع الاتجاهات، كخاطرة، قصة، بعض الشعر. القراءة المختلفة أضافت لي أنه أدتني مساحة كبيرة وراحة كبيرة في أنه أكتب بارتياح في أي موضوع إن كان يعني. طيب، خلتك تكون مشروع كاتب قادر أنك تكتب في جميع الاتجاهات. أول كتابة كانت بالنسبة لك في أي اتجاه وأي نوع من الكتابات أنت كتبت؟ أنا بديت بالشعر حقيقة، رغم أنه أنا لا أجيد الشعر، لكن بديت بالشعر باعتبار أنه الشعر يعني قريب من الوجدان، قريب من الوجدان. إحنا أصلاً أنا أعتقد أنه وجداننا السوداني مطبوع لموضوع الشعر يعني. صح. مطبوع لموضوع الشعر. لذلك بديت بالشعر، وكانت أشعار بسيطة في قضايا يعني، في قضايا بسيطة يعني. أنا أذكر يعني كنت أكتب يعني مثلا قضية زي قضية فلسطين مثلا في الثانوي،
الاحداث اللي بتجري هناك بتقوم بتستفزك بتكتب، يعني كلام بسيط لكن شنو معبر. انت بتعبر به عن الحاله الوجدانيه اللي بتعيشها تجاه القضيه المعينه. بعد ذاك ثاني جات الخواطر، كنت اكتب الخواطر بانواع المختلفه. بعد كتبت القصه، يعني انا من فتره بديت شنو اكتب القصه، يعني اميل للقصه اكثر وبجد نفسي فيها بصوره اكثر من الحياه الاخرى يعني. ممتاز. طيب الازدواجية ما بين القارئ وما بين الكاتب أكيد وصلتك لخيار مختلف اللي هو النفوس أنداد، برضو لكاتب سوداني نميري حسن مجاور. طيب خلينا نشوف الازدواجية اللي جمعت في شخصيتك أنه أنت تختار عنوان النفوس أنداد، وشنو الجذبك للعنوان ده؟ طيب رواية النفوس أنداد من الروايات المهمة أنا أعتقد. الحاجة جذبتني لهذه الرواية يعني باعتباري قارئ وباعتباري كاتب، الحاجة الأولى إنه الكاتب في هذه الرواية صوت شاب، وأنا حقيقة مهتم بالأصوات الشابة باعتبار إنه نحن محتاجين لها تقدم رؤيتها، تقدم فكرتها، تقدم ما عندها، يعني لأنه شباب بقت فيه اتهامات كثيرة موجهة صوبهم، لذلك ده الأمر الأول إنه كاتب شاب. الحاجة الثانية هذا الكاتب صديق نميري حسين مجاور، هو يعمل في بريطانيا في برنامج اسمه صوت السودان في بريطانيا، وهو بيعكس الأصوات المبدعة في السودان هنا وبيقدمها للمجتمع البريطاني، فكاحتفاء بدوره وبجهده اللي بيقوم به هناك نحن دارين نوصل له رسالة من هنا، نقول له أنت برا هناك لكن نحن برضو هنا محتفين بمنتوجك الإبداعي. يمكن الحاجتين ديل بالإضافة لجودة الرواية في اعتقادي أو في ظني الخاص دي الحاجات اللي خلتني أنا أختار هذه الرواية عشان نتحدث عنها. طيب الرواية هي واقعية اجتماعية تتكلم عن واقع سوداني محدد بتفاصيله المختلفة. قبل ما نمشي لواقعية الرواية، أحمد عندك لنا سؤال؟ والله طبعا يعني أنا مندمج شديد. أي طيب. ولأنه أنا عندي علاقة يعني في 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 واحدة من اللقاءات التقيت بنميري حسن مجاور وعملت معه حوار، وحقيقة هو كلامك صح، يعني نميري واحد من الشباب السودانيين الحالهم زي بقية الشباب اللي اتظلموا في السودان واتقهروا، وهو طبعا صحفي وزي ما بقولوا يعني تم يعني داسهم تم الدوس عليهم يعني. فنميري طلع من السودان مقهور ونجح برا وأصبح صحفي مشهور ومذيع ومقدم برامج في إحدى الإذاعات المشهورة جدا في بريطانيا، كما تفضلت أنه يقدم. نميري ضرب مثال للشاب السوداني اللي من إلقى إمكانيات وإلقى اهتمام بينتج شنو، والمنتوج بتاعه كان نفوس أنداد، وأنت تعلم مدى الجوائز التي فاز بها أو فازت بها هذا أو فاز بها هذا الكتاب، ومدى احتفاء الغرب بنميري، يعني مفترض أنه يعني نحتفي به ونحن كسودانيين، لكن يقل الاحتفاء من خارج السودان. وكنا مهتمين أنه في إجازة الفاتت يعني جاء السودان كنا أول قناة عملنا معه حوار وعرفنا فكرة الكتاب عنده بدت من 200 يعني. ممتاز. وأنا معجب حقيقي بالنفوس أنداد يا سلام. جميل. طيب مواصلة طوالي لكلام أحمد، خلينا نربط كلام أحمد بمحور مهم، يعني الكاتب السوداني أو المبدع السوداني. طالما إحنا نتكلم عن القراءة والكتابة معناه إحنا هنوجه كلامنا عن الكاتب السوداني. إذا وجد في السودان يعني هل يمكن أن يحظى بهذا الجهد والمنتوج والتقدير في السودان؟ طبعا كلام أحمد يجيب على بعض هذا السؤال، يعني الكاتب السوداني هنا يعاني و لأنه أمر الكتابة نحن عندنا لسه مبكر، يعني ما زال الاعتراف بأهمية الكاتب وتفرغه لهذا المشروع وأهمية الكتابة عندنا مبكر. نحن لازلنا مجتمع يتحسس خطاه نحو هذه الأشياء. يمكن أعظم الكتاب اللي عندنا يعني مثلا الكاتب الكبير الطيب صالح لم يعرف، يعني حتى خارج السودان بعد ذلك عرفناه. حقيقة نحن لسه المجتمع بتاعنا أو المجتمع في طور التطور للاعتراف بهذه المهنة الرائعة والخطيرة ومهمة جدا في حياة المجتمعات. افتكر برا المساحات أوسع، التقبل أكبر، النشر أسهل، الإنسان الذي يملك موهبة هناك تنمو
بسهوله وتنمو بسرعه. والدليل على الكلام ده الصديق نميري مجاور الان اصبح معروف، حصد كثير من الجوائز واصبح صوت سوداني جميل يعني يقدم الكثير للسودان ويخدم مساله الثقافه السودانيه في الخارج. ممتاز. طيب نرجع لواقعيه الروايه وما تدور احداثها. طيب روايه النفوس انداد هي من الروايات انا بعتبرها من الروايات الاجتماعيه ومن الروايات ذات البعد الاجتماعي. روايه استطاعت انه تعكس لنا جغرافيه السرد السوداني باعتبار انه الكاتب تحدث لنا عن السودان، يعني بدلينا من الجنوب حيث الغابه وجاء الوسط حيث المدينه ثم ذهب شمالا حيث الواحات اللي هي الموجوده في وسط الصحراء، واستطاع انه يعكس لنا استطاع السرد يعكس لنا تفاصيل الاشياء بتجري في كل مكان من امكنه السرد وما تعانيه النفوس في هذه الامكنه المختلفه. الروايه بتعكس لنا الصراع النفسي الرهيب جدا الممكن يتعرض له الانسان جراء الحرب. بطل الروايه هو جاي يعني كان بيقضي في خدمه وطنيه ذهب الى الجنوب، كان في صراع رهيب جدا عشان انه يمشي، يعني يحتاج انه امه تدبر له طريقه وان كانت يعني طريقه غير صحيحه بحيث انه تصبح كحرز له عشان يجي راجع لانه هو ولد الوحيد. سافر الى الجنوب وعانى من ويلات الحرب اللي هي كانت مستعره هناك، وقدر يعكس لنا الحاصل تماما. يعني برؤية انا افتكر انه من الرؤى الجميله في الروايه دي انه رؤيه محايده، يعني ما مالت كفه تجاه كفه. الروايه دي الجميل فيها انه روايه مؤنسنه ما مؤدليه، ده يعني يحسب لهذا الكاتب. ويمكن ده الان المزاج بتاع الشباب عموما، يعني حته الادلوجه سقطت. أيوة. في الروايه هنا اتكلمت لنا عن ادب مؤنسن، يعني بيعكس التفاصيل بتاعت الجيش السوداني، بيعكس التفاصيل بتاعت الحركات المتمرده والصراع العنيف اللي كان في لا شيء، يعني والقتل والموت والدمار. كان عادل في الطرح يعني. كان عادل في الطرح، كان عادل يعني محايد يعني لحد كبير. بعدين عكس لينا برضو انه موضوع الحرب بيشيل من نفس الانسان انه يعني ما بتهتم بالحياه الجميله اللي حولها، يعني ما عكس يعني لما هو كانت الحرب مستعره هناك يعني لم يرى لا راى الاشجار الجميله ولا الفاكهه ولا الثمار، ما راى الا في لحظه واحده، لحظه انه اعتقل ومشى للمعسكر الاخر اللي هو معسكر المتمردين ودخل في علاقه بتاعت ود او علاقه بتاعت حب مع امراه هناك كانت ضابطه. بعد ما دخل في العلاقه دي بعد ذاك بدا يعكس لنا او يسرد لنا في شنو الاشياء الجميله البهيه الموجوده حوله، يعني القدر يشوفها من الزاويه دي. القدر يشوفها. أيوة. من الزاويه دي، زاويه المحبه. زاويه المحبه. يعني كانه الكاتب داير يعكس لنا المحبه، انه المحبه هي السبيل اللي بيخلينا نشوف الاشياء بصوره مختلفه ونشوف التفاصيل الدقيقه والحاجات الجميله اللي عندنا ان احنا ما شايفينها. دي كانت رساله ممتازه جدا. بعد ذاك الروايه جات اللي هو لمكان الكاتب اللي هو مكان البطل القصة اللي هو الخرطوم. وبعد ما هو راجع من الجنوب وجد صراع منتظر في الأسرة، إنه الأسرة فيها مشاكل، أبوه يتوفى وأخته عندها مشاكل، والأسرة يعني مشاكل اجتماعية رهيبة جدا. يعني هو جاء من حرب لحرب داخل الأسرة تشظي، وبعد ما جاء ولقى الصراع الرهيب ده وحصلت مشكلة، وهو الحرب اللي كان بيقتتلوا فيها الناس أثرت عليه وجاي بنفسية منهارة جدا، لأنه دائما الإنسان اللي بيجي من الحرب بيكون نفسيته مختلفة، تعامله مختلف، أساليبه مختلفة. يعني ممكن يجي بالموروث أو الحاجات اللي اتغذى بها هناك في الخمسة سنة دي جابيها هنا وما قدر يعني يتواءم مع الحياة اللي جاها مختلفة شكلها مختلف، فدخل في صراع عنيف جدا. وبعد الصراع العنيف وعمل له مشكله كبيره جدا واختال له اللي هو الشخص كان بيحب اخته، بعد ذلك ذهب الى الواحه، يعني خرج من الخرطوم وذهب في عمق الصحراء، يعني عمق الصحراء. بعد وصل الواحه هناك وجد حياه مختلفه، ناس متالفين متعايشين في محبه، ما في كذب ما في نفاق،
ما يعني استطاعوا انه الناس ديل بصوره ما يتقبلوه يندمج في وسطهم. وهنا انا افتكر انه الرساله واضحه انه يعني الواحه هي صوره للوطن المبتغى. جميل. شوقنا يا احمد مش كده للروايه دي؟ بالتاكيد يعني. وحتى انت لما تجري بعدين حتى قريتها المقدمه انت. فقط يعني انا اطلعت عليها لكن حقيقي ما قريتها واطلعت عليها من خلال ما تفكر في النسخه دي كاتبه يعني ما تفكر فيها ما انا حاشيلها. سؤالي لك انه يعني روايه النفوس انداد ناقشت موضوع مهم جدا وطبعا هو موضوع الحرب والتداعيات النفسيه على الشخص وغيره والممارسات الممكن تحصل في الحرب يعني دي حاجة مهمة جدا مش كده؟ من خلال الصور المختلفة. لكن برضو من الجميل جدا والإشراقات الرواية إنه يعني حتى لو كنت في زمن الحرب هنالك حب والحب أيضا ممكن أن يظهر الحياة بشكل مختلف يعني. فده الجانب اللي كان عاجبني أنا في الرواية إنه يعني دائما نظرة الحب هي بتغير. والحب يعني أنا بتكلم عن الحب المطلق يعني هو احتمال هنا يكون خصصه لكن أنا بصورة عامة إذا الإنسان حب ممكن تفكيره يتغير. السؤال ليك يا أستاذ عمر شنو غيرت النفوس أنداد في حياتك وفي تفكيرك؟ النفوس أنداد حقيقة أنا استمتعت بها جدا يعني لما قرأتها استمتعت بها وكتبت عنها قراءة نقدية حتنشر يعني قريبا. استمتعت بأنه عكست لي تفاصيل أنا كنت يعني ما داري أقول كانت غايبة عني لكن عكست لي تفاصيل بصورة مختلفة. يعني مثلا؟ يعني مثلا عندما يتكلم الكاتب عن الواحة اللي هي منطقة في وسط الصحراء في عمق الصحراء هنا كانت أنا عجبتني هذه الرمزية يعني رمزية عالية جدا في إنه الناس الساكنين في الواحة ديل ناس على سوي على يعني على طويتهم السليمة طبيعتهم على طبيعتهم ده خلاني أفكر إنه هو لما كان ماشي الجنوب في مشى له لشيخ يعني بيتعامل بالسحر عشان يكتب له حجاب وكحرز لما مشى هناك لقى الشيخ اللي هو في الواحة بيمارس دور آخر يعني بعلم الناس علم الجمال علم الأخلاق الفضيلة يعني واضح الفارق بين الحاجتين. الحاجة الثانية السلام اللي كانوا عايشين فيه والناس وناس مجتهدين جدا يعني بيعملوا عندهم علمهم عندهم طبهم عندهم حياة يعني بيتفاعلوا مع الطبيعة الموجودة وبيحلوا بها إشكالاتهم ومتساوين في الحقوق متساوين في الواجبات يحترموا بعضهم البعض يعني مكانة الآخر محفوظة. طيب و نعم لا انا يعني بسمع فيك. نعم مكانة الاخر هناك محفوظة جدا وكلهم عندهم غاية واحدة انه يعيشوا حياة سليمة. انا دي من الصور يعني هي صور انا ما داري اقول صورة فانتازية لكن من الصور اللي بيتمنى اي زول في انه يكون وطن بمثل هذا الجمال بمثل هذا الشيء الفاضل لانه نحن عانينا بما فيه الكفاية يعني عانينا بما فيه الكفاية ف يعني قدرا من الحب ومن الحياة الكريمة والجميلة ما افتكر كبير او غالي على هذا الشعب السوداني الجميل يعني. ممتاز. طيب عايزين نقول يعني انه الرواية جسدت لضروريات الحياة السليمة والسوية اللي هي المحبة والسلام اللي ممكن يتمناه كل زول عشان يقدر يعيش حياة طبيعية متساوية. طيب بعد النفوس أنداد وبعد ما خلصت الرواية دي شنو مشروعك في القراءة الجاي؟ يعني شنو من العناوين المقترحة بالنسبة لك انه انت عاوز تقرأ؟ انا ممكن عندي طريقة مختلفة في القراءة. انا ممكن اقرأ كذا كتاب او كم كتاب في نفس الوقت. الان بقرأ في كتاب والان شغال بقرأ فيه بيتكلم عن اصول التفكير السوداني لأحمد المكي ابراهيم وبقرأ في كتاب نقدي بيتكلم عن شاعرية القصة القصيرة جدا يعني عندي كم منحة وبقرأ كذلك في كتاب لعبد المنعم عجب الفيا اللي هو دناغت سوداني عن حفريات لغوية لكن أنا عندي كم حاجة بقرأ فيهم مع بعض بقرأهم يعني بطريقة متزامنة. الجميل في خطتك للقراية إنه أنت ما بتأطر نفسك لا في روايات فقط ولا في فلسفة فقط ولا في فكر فقط. الوصفة جميلة
ومفيدة بالنسبة لك أنت ككاتب وكشخص مستنير موجود في المجتمع. يعني إن شاء الله كل الناس يحظوا الحظ ده، ومن خلالك إن أنت عايزين يعني طلبتك الموجودين معك في الجامعة وكل الشباب اللي بيشوفونا، نأكد على ضرورة القراءة. طيب الحاجة الأولى أنا دارس أثبتها إنه القراءة حياة، القراءة حياة، والقراءة ضرورة، يعني ليس هي من فضل الوقت بل هي من أوجب واجبات الوقت أن يكون الإنسان قارئا، لأنه الإنسان إذا لم يقرأ لن يدرك ذاته، إذا لم يقرأ لن يدرك مجتمعه، إذا لم يقرأ لن يدرك وجوده. صح. القراءة حياة، حيوات في حياة، يعني أنت عندما تقرأ تأتي بعوالم كثيرة إلى نفسك. يعني نحن بنعيش حياة قليلة، يعني لو الزول داير يزيد امتداد الحياة بيزيد امتداد الحياة بتاعته بالقراءة، فكل ما تقرأ كل ما يعني اتسعت بهجتك بالحياة واتسعت مداركك واتسعت رؤيتك. لذلك أنا وصيتي يعني الذي أقوله دائما، الذي لا يقرأ، يعني هي قاسية لكن يعني مهمة، الذي لا يقرأ هو ميت، يعني وإن كان في صورة حي يتحرك، لأنه لن يدرك شيئا دون القراءة. لذلك أنا برنامجي اليومي ثابت مع القراءة، يعني أشتاق إليها عندما تقيب، يعني القراءة حبيبة لكل الأوقات. طيب كويس. الشباب تحديدا يعني رأيك في قراءاتهم، هل هم يعني ماشيين بشكل تقدمي تجاه القراءة، ولا إحنا كشباب الاتهام اللي قاعد يكون فينا صحيح إنه نحن على مستوى القراءة قليلين؟ والله أنا أعتقد إنه إطلاق إنه الشباب ما قاعدين يقروا إطلاق ما صحيح. أنا مؤمن حقيقة بالشباب وبقراءاتهم، ومتابع لكل تفاصيل الشباب، يعني في مواقعهم وفي اتجاهاتهم المختلفة. الشباب الآن يقرؤون ويقرؤون بنهم، يعني فيهم ناس شغوفين جدا، أنا أعرف الكثير يعني، وهناك المجموعات كثيرة جدا على مستوى الوسائط المختلفة. نعم. بتهتم بموضوع القراءة. الشباب الآن يقرؤون، الشباب الآن بخير، الشباب الآن يعني عندهم وعي كبير جدا بأهمية القراءة، ويقرؤون دون واقع يساعد على القراءة، ودي الميزة الأساسية. يعني أنا الواقع الآن لا يساعد على القراءة، يعني ما وجدوه من هم قبلنا لم يجده الآن الشباب، لكنهم يقرؤون رغم ذلك. ممتاز. طيب أستاذ عمر، يعني من خلال كلامك قبل شوي كنت بتتكلم عنه أنه أنت بتقرأ في كم ناحية وفي كم منحة وكم كتاب يعني وكم أسلوب، وقلت أنه القراءة بالنسبة لك أسلوب حياة وتفتقدها لمن تغيب منها. يعني السؤال هنا أستاذ عمر، أنت كاتب ومحاضر في جامعة أم درمان الإسلامية، فبالتالي عندك مسؤوليات، مسؤوليات التدريس، مسؤولية البحث العلمي وغيرها، يعني ومع ضغوطات الحياة والتعب ده كله، بتلقى زمن كيف تقرأ والوقت المناسب لك؟ هل القراءة صباحية أم القراءة المسائية؟ يعني بتقرأ بتين، ولا أنت متحرك على المحاضرة، أو أنت مثلا في المكتب بتقرأ كيف، يعني مزاجك في القراءة؟ طيب ده سؤال جميل حقيقة. يعني طبعا عارف، معلش أقاطعك بس بسيط، عارف أنا سألتك ليه؟ عشان ما يجيني زول تاني يقول لي يا أخي أنا ما عندي زمن. يعني تخيلوا معي انه استاذ ومحاضر، ومفترض انه يجهز لمحاضراته وامتحانات وقصه وعنده يعني ضغوطات الحياه، وبعد ده كله بيقول لك انه انا بقرا في 3 كتب ولا 4 كتب في وقت واحد. يعني خلونا نسمع منه عشان نقدر نعرف ذاته الحياه اللي ممكن يتهذب كيف. طيب موضوع القراءه المهم فيه انه يعني عندما تصير عند الانسان شغف سوف يجد لها زمن. يعني انا استطيع، يعني انا ساكن بعيد جدا من الحته اللي بعمل فيها، بستطيع طيلة مشوار المواصلات ده بقرأ فيه، يعني إما بقرأ فيه أو بكتب فيه. يعني أغلب نصوصي أنا بكتبها وأنا ماشي على الجامعة، وقراءتي وأنا جاي من الجامعة، أثناء هذه الفراغات أنا بقرأ. يعني بقرأ لأنه أنا ممكن من الناس اللي بيقروا من الوسائط الإلكترونية أكثر. يعني عندي تابلت بيكون معي طوال، يعني شايله معي، فبقرأ منه في المواصلات، في غيره، في الايام اللي بيكون فيها ما الشغل ما ضاغط، حتى ايام يعني انا مثلا كنت شغال في شغل ضاغط جدا، لكن في الفراغات البجيده انا اهرب الى الكتاب مباشره. يا سلام. لانه مساله القراءه هذه مساله يعني من المسائل المهمه جدا، لابد الانسان ان يجد لها زمنا. يعني لا عذر في عدم القراءه. يا اخي دي طبعا الجمله اللي كنت اطلع بها، انا منتظرك تقولها، الحمد لله يعني قلتها.
يعني انه حقيقي انا ما عارف ان احنا يعني انا واحد من الناس ممكن يكون مقصر برضه في موضوع القراءه، لانه يعني في كل اسبوع ممكن اقرا كتاب واحد واذا قدرت اتمه يعني. جميل. وطبعا بفضل مكتبه الحي المجانيه بالكتب اللي بتقدمها لنا وبالكتب المجانيه اللي بتتيح لنا المكتبه يعني. وهي طبعا الفقره دي برعايه مكتبه الحي المجانيه ساره، مش كده؟ طوالي. ايوه هي برعايه مكتبه الحي المجانيه، وكل زول او كل قارئ بيجينا هنا عندنا له هديه، ودي من اقيم الهدايا اللي ممكن تقدم، اللي هي انا ما اعرف العنوان اللي جوا شنو، اكيد اكيد عنوان مختار بعنايه تتوافق تماما مع لونيات القراءه اللي انت بتقراها، واكيد مع شكليه القراءه اللي انت بتقراها، ودي هديه مقدمه لك من مكتبه الحي المجانيه. انا والله يعني اشكركم جزيل الشكر، يعني ليس ثمت هديه اعظم من كتاب، يعني الذي يهديك كتابا فقد هداك حياه، فانا شاكر جدا لهذه الهديه القيمه والتي سوف احتفظ بها، رغم ان الان دي ثلاثه كتب، رغم ان الان الذين يشاهدون سوف تكون عيونهم على ما في داخل هذا الظرف. انا اولهم والله. رغم انه انا يعني غير بخيل غير ضنين بالكتاب، بسهوله اعطي الكتاب. يا سلام. لانه ممكن اهميه القراءه عندي يعني اكثر من التمسك بالكتاب، خاصه اذا قرات يعني هذا الكتاب، رغم ان ما يعود من ما تعطيه اقل من الذي تعطيه يعني. نعم. لكن رغم ذلك لا أظن بالكتاب يعني. فشكرا جزيلا لهذه الهدية القيمة، فأنا ممنون جدا لهديتكم القيمة، وشكرا لك أنت كمان على حضورك، وشكرا جزيلا لمساحة نشر الثقافة والوعي نشرت علينا من خلال المساحة، إن شاء الله نلاقيك في مساحات أوسع وأكبر. أنا شاكر لكم جزيل الشكر، فريق البرنامج وقناة أم درمان الفضائية على هذه الإطلالة الجميلة، وشاكر لكم لرسالة الوعي اللي بتبثوها وللرسالة القراءة والكتابة اللي بيهتموا بها. الغنى حقيقة يعني معروفة ومميزة، ويعني نحن في البيت هناك من الغنوات المحببة، أنا الآن أجزم أن الوالدة تشاهد هذا البرنامج، لها التحية ويعني لها كل المحبة، ولكل الذين يشاهدوننا الآن توصل التحية يعني تحيانا لهم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، وشكرا يا أحمد، وأكيد نحن متواصلين معكم.